بعيدا عن إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي ووفقا لإجراءات السلامة، عقدت جامعة البصرة ندوتها التوعوية للحد من الاجتهادات الشخصية التي ولدت قناعة لدى المواطن بخصوص تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، إشارة بضرورة التوقف عن الاجتهادات الشخصية بهدف طرد الفيروس. احنا الأطباء المعنيين احنا المفروض يسألوننا، بدل ما يسأل فلان الفلاني أو الفلان البيطري أو الإشاعات اللي قاعد تطلع. تسمع الإشاعة لا تسوي لها كوبي بيست وتنشرها وتنشر المفاهيم الخطأ بدون ما تتأكد من مصدرها أولا، من اللي أطلقها ثانيا بأنها صحيحة أو خطأ. حملات التوعية كحلقات نقاشية أو مواد إعلامية دفعت المواطنين لمراكز أخذ اللقاح، حتى بدت بعض منافذ التلقيح تنتظر دفعات أخرى من اللقاح بحسب حديث المختصين. أتمنى كل المواطنين إن شاء الله باشرون بأخذ اللقاحات. اللقاحات متوفرة حاليا مجانا في المنافذ، منافذ احنا أعلننا عنها دار صحة البصرة، منافذنا في المستشفيات في المراكز الصحية. نتمنى كل المواطنين يأخذوا اللقاح للحصانة والمناعة من هذا المرض الفتاك. يعني الأعداد اللي جتنا كنا ما متوقعيها، يعني أعداد كل الزينة، وكانت السيابي بالعمل كلش مريحة والمواطن أخذ راحته، يعني وماكو أي تعطيل وأي تأخير ماكو. 246 مواطنا تلقوا اللقاح الأمريكي في أول ساعتين من بدء عملية إعطائه، مؤشر يدل على زوال رهبة التلقيح كما في الأيام الأولى من اللقاح. ندوات علمية، جهود طبية مكثفة أزاحت قليلا مخاوف تلقي التطعيم. يزداد الإقبال الشعبي على منافذ التلقيح خصوصا مع وصول اللقاح الأمريكي لمحافظة البصرة. أركان تقي، قناة التغيير.